لكن كان 12/3/2010 لكن كان في انطلاقه قبلها. دكتور خالد توحيد الله يرحمه احنا كنا في الاوضه اللي جنب الممر ده. ما انا فاكر بايتين قبلها بيومين كابتن حسن فاكر ده كنترول دكتور خالد الله يرحمه كابتن حسن حمدي بيرجو بيرجو طبعا بيرجو اهو في الكنترول احمد عبد الحميد ده عايش احمد مهندس خالد المرتجي استاذ خالد الدرندلي نجوم النادي الاهلي طبعا المقر القديم الاصعب من دي الانطلاقه الاولانيه لا انا عايز ارجع لك فيها بس لما اروح بقى البيرجو يقول لي على الكابتن محمود بكري وذكرياتك مع الكابتن بكري والقصص والكواليس اللي دايما كن يعني كان الجمهور بيسمع كلمه واحده اي حاجه فيها برجاوي الاسامي يا برجاوي الاوضه حاره يا برجاوي فين تشكيل الفريق التاني المونيتور مش مبين اللعيبه يا برجاوي احكي لي بقى بص لتاني مره برضو بقول لك انا محظوظ ان انا اشتغلت مع اسماء كبيره وكان ليا الشرف ان اتعامل معاها يعني لحد النهارده لما تيجي مثلا بتحط برومو برجاوي موجود فيه صوره مش موجود فيه صوره هو برجاوي هو اللي عمل القناه برومو في صوت مفيش صوت هو برجاوي بكر يبقى هو برجاوي هي الناس عرفت كده الناس ما تعرفوش الحكايه بدات ازاي الحكايه بدات في قناه تانية خالص انا كنت بشتغل في قناه وكان معايا كرو كبير جدا بعيد عن الكوره يعني مش كوره قناه رياضيه وكان فيها كابتن محمود بكر فالله يرحمه فكان دايما كابتن بكر انا قاعد في الكنترول كنت ملاحظ ان هو بيتلخبط في اسماء اللعيبه الكلام ده فيعني انتبهت لها يعني فقلت ايه خلاص يعني هركز معاه شويه فجيت اول ما هنتكلم في الموضوع ده كنت لسه داخل قناه جديد راح كابتن بكر مشي وانا مشيت وجيت قناه الاهلي اول ما اتعاقدنا مع كابتن بكر قلت باز لا انا الاهلي لحد هنا بقى ولازم اقعد يعني فبدات ساعه الماتش ما بيتلعب احنا بنعمل الاستوديو بعد كده بنقعد نطلع ساعه الماتش بدات اتابع كابتن بكر على الاير بيس كابتن بكر اللعيب ده اسمه كذا لا ده 17 لا ده 18 فبدا يبقى هو قاعد في اوضه مقفوله ما فيهاش غير مونيتور ما بيسمعش ما فيش تواصل غير بينه وبين برجاوي فهو بدا الناس كلها يقول لك ايه يا برجاوي المونيتور فصل يا برجاوي الصوت فصل فالناس فاكره ان برجاوي ده معاه شنطه فيها عده وداخل يصلح ويعمل والكلام ده فانا بالنسبه لي الناس ما وصلتهمش ان دي كانت علاقه طيبه وعلاقه حميميه بينه وبين كابتن بكر الله يرحمه انا استفدت منه كتير وتعلمت منه كتير وهو يعني حطني في حته انا ما كنتش بحبها ان حته الاضواء او حته الكلام ده كله انا ما كنتش بحب ده انا طبعا بشتغل خلاص وظيفتي مخرج يبقى انا ورا الكواليس وظيفتي بروديوسر انا ورا الكواليس خلي الاضواء لناسها فهو حطني في ده ووداني في مكان بامانه يعني حسيت انه لا عالم تاني خالص انك انت تمشي في الشارع الناس تشاور عليك او يقول لك او يوقفك او الكلام ده كله فهي دي العلاقه بيني وبين كابتن بكر يعني الله يرحمه انا بحبه جدا وهو كانت علاقته يعني بيا فظيعه لدرجه انه يوم عمل اعلان احد شركات الاتصالات فبقول له يا كابتن هو فين نصيبي في انا كنت اسالك ما بقولش ازاي اه بقول له فين نصيبي انا القط فراح نادي بتاع الانتاج قال لهم كشري البرجاوي هو كان بيخش يطلب الكشري صح الكشري والبطاطا قال لهم عادل كشري انا حاسسك على كشري كده خلاص وكان فيها احد الكباتن برضه موجود معايا في الاستوديو قال لي ما تسيبوش خد نصيبك فطبعا كابتن بكر الله يرحمه يعني بنفتكر له كل خير بنفتكر له كل حاجه كويسه والعلاقه بيني وبينه كانت حاجه اضافه ليا في حياتي ومن الناس اللي اتعلمت على ايديها ومن الناس اللي طبعا عطتني في حته تانية وافخر ان انا اشتغلت معاه وافخر ان يرتبط اسمي باسمه بغض النظر ان مش كل الناس ممكن تسمعه او مش كل الناس تحب تسمعه بس انا افخر ان انا اشتغلت مع كابتن بكر. يعني استاذ سمير اكيد انا عارف ان القناه كان في موقف بينك وبين الاستاذ برجاوي. محدش يعرفه غيركم انتوا الاثنين. طبعا. ده الموقف ده طيب قبل ما نروح ليك يا استاذ سمير ده كابتن محمود بكر والاستاذ برجاوي هنا يعني كان هو اللي بيعمل له كل حاجه لكن انا جبالي لكن انا بتكلم على العموما يعني اهو هو كان بيلطش في خلاص اهو خلاص جبالي بيركب المايكات وبيسلمك يا استاذ برجاوي كريم ابو حسين كريم ربنا يرحمه يا رب كده ويجعل مثواه الفردوس قاعد من الجنه تعال نروح بقى يا استاذ سمير وتقول لي على الموقف في البث واول يوم بث